ماسك قوي بيعالج الهالات السوداء، أجمل ماسك رح تشوفوه وبسيط كتير. ليتس جو نتعرف على الماسك الأروع لعلاج الهالات السوداء. أسعد الله أوقاتكم غوالي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم رح نحكي عن ماسك رائع لإزالة الهالات السوداء. أول شي تخفيف بعدين إزالة. اللي عم بيتابعني أول مرة، معكم لبين الحي، حاصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشقيقة وجمال السيدة بعد الأربعين. كثير من السيدات طلبوا مني ضمن التعليقات ما هو علاج الهالات السوداء. الهالات السوداء يعني أول شيء في عنا تعب، في عنا أرهاق بالعين. شرحت مجموعة من التمارين وكانت النتيجة روعة. اليوم رح نضيف للتمارين قصة كتير حلوة، ماسك رائع حتى يعالج الهالات السوداء. هدول قطنات عليهم الماسك. أول شيء بدنا نعرف شو هو الماسك. الماسك عبارة عن مكونات موجودة بكل بيت. بطاطا صغيرة حجمها صغير، من نبشرها بشر ناعي ومنعصرها، بتطلع العصارة تقريبا ملعقتين، إذا ملعقة من عصارة البطاطا. منضيف إلى ملعقة من ماء الورد وملعقة من النسكافيه، يعني القهوة سريعة الذوبان. نخلطهم مع بعض ومنحط الإسفنجات أو القطنات. هدول القطنات قطنتين، واحدة لهيدا العين وواحدة للعين الثانية. حتى الماسك يكون بجودة عالية منحطهم بالبراد 10 دقايق، يعني المكونات رح تصير باردة. بحطها تحت عيني لمدة 10 دقائق والنتيجة روعة، ورح تلاحظوها من أول استخدام. رسالة رائعة من سيدة عم بتقلي: أسعد الله أوقاتك، عيد مبارك عليك يا عزيزتي، أحلى دكتورة بالكون. أنا شفت بالصدفة من أسبوعين بالضبط، أسبوعين، فيديوهاتك على اليوتيوب وحبيتك كتير، وثقت بكلامك جدا وباشرت بالتمارين وفرحت كتير بالنتيجة المفرحة. عن جد أنت إنسانة رائعة وألف شكر لحضرتك. تعرفت صار وجهي بجنن، ارتفعت الترهلات بخلال الأسبوعين، رجعت حب وجهي للآن، جدا تغيرت للأجمل. أنا بتشكرك لأنك أجمل دكتورة بالكون. بوجه لها تحية للسيدة العظيمة من فلسطين، بعتت لي هالرسالة الحلوة وكفينا الدردشة أنا وهي. السيدة أصيبت بالعصب السابع، والعصب السابع بصير في عندي ترهل بأحد الوجنتين. نتيجة هذا الترهل راحت لعند عدة دكاترة وكانت النتيجة خاوية اليدين، يعني ما في أي نتيجة. شافت بالصدفة تماريني وطبقتها وكانت النتيجة روعة، وشفتوا آخر تعليق لها. بتشكركم أصدقائي وبتمنى أنكم تشاركوني تجاربكم حتى ننقلها للغير. بتكون رسالة محبة، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير، شاركوا هالمعلومات مع رفقاتكم زيادة خير، وحتى نوسع عائلة أناقة أنثى. بمحبتكم منكبر، بمحبتكم مننشر التعليمات والقصص الجمالية لكل السيدات. بحبكم، انطروني الأسبوع القادم.